ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ انا شايف ما شاء الله الناس، والله ما شاء الله الاعداد في ازدياد. يعني هسيبكم دقيقه واحده كده او دقيقتين، سامعني؟ اكيد هسيبكم دقيقه او دقيقتين على ما الناس تجمع اكتر، ما شاء الله الاعداد بتزيد. يعني انتوا سامعيني صح كده؟ يا مرحب يا مرحب. اوكي، خلينا نستنى دقيقتين ثلاثة كده على ما ايه، على ما الكل يلحق يجي. بس هرجع له على طول، هرجع لكم على طول. درجة تليفون تدرس في الفرق. راح يدير يطلع بابا. ازيكم يا دكاترة؟ الصوت واضح صح؟ نظبط بس شوية حاجات كده وإيه؟ نبدأ حالا حالا حالا.
يلا بسم الله. عايزين بقى نشوف طريقة التواصل مع بعض. يعني أنا إحنا في الأول هنتكلم عن الموضوع بتاعنا إن شاء الله، تمام؟ وبعدين عايز أخد أسئلتكم، في أسئلتكم ممكن أخدها في الشات، في الأسئلة هتكون برضو لطيفة يعني. أنا بس بظبط الكاميرا لحظة واحدة. أظبطها إزاي دي؟ كده. عملنا كده. ازيكم عاملين ايه؟ شايفيني ولا؟ ايوه تمام، الصورة كده واضحة يعني، بس امسح ال مبدئيا انا مبسوط جدا اني معاكم النهارده، وما شاء الله العدد يعني العدد كبير. خلينا نبص عليه كده كام. العدد ما شاء الله وصل على داخل على 100 يعني، كان 100 من شويه. فان شاء الله تكون يعني اقدر اقدم لكم حاجه مفيده وتليق بيكم. وانا مبسوط جدا اني موجود معاكم، ومبسوط بالدعوه دي، وان شاء الله تكون يعني ان شاء الله تكون حاجه كويسه ليكم، ونقدر ان احنا نفيدكم كده ونقدر نعمل حاجه كويسه. هو احنا كلنا اللي موجودين كلنا في كليه الطب، صح؟ يعني كلنا طلبه طب اعتقد، صح كده؟ صح تمام. تمام. الاغلب في يعني في الاغلب في سنه معينه مثلا، في اول سنه ولا في الثانيه يعني، قولوا لي كده الاغلب مين، ولا من كل من كل المراحل، من كل السنين، خمسه ورابعه وثانيه وثالثه ما شاء الله، وخمسه واولى ما شاء الله، هايل، ورابعه وثانيه وسته، هايل، جميل، ما شاء الله على التفاعل، ايه الحلاوه دي. تمام، كويس جدا. طيب احنا في الكليه يعني انا من اولى صيدله خمسه، تمام، حلو جدا، نظبط بس الدنيا كده. كليه الطب بقى، او كليه الطب عموما يعني، لو انت في كليه طب بشري، او لو انت في صيدله، او لو انت في اي سنه او لو انت في اي سنه من السنوات بتاعت الكليه الطب عموما، فهي بيكون ليها طابع خاص، بيكون ليها ستايل خاص بيها. بس خلينا اقول لكم، او خلينا نبدا في البدايه اقول لكم ان في حاجات انت كطالب طب صدقني هتندم عليها، هتندم لو انت ما عملتهاش في قلب الكليه. انا لما كنت قدكم، او لما كنت في سنه اولى، انا داخل كليه الطب وانا عندي فكره في دماغي، اللي هي الكليه 6 أو 7 سنين، وكليه تعتبر هي اصعب كليه، كليه فيها اكتر محتوى، فبالتالي انا مش ناوي ان انا اضيع عمري، ولا ناوي ان انا اضيع 6 7 سنين دول في دراسه الكليه بس. ليه؟ لان ربنا اداني وادى اي حد فيكم، عشان تبقوا فاهمين النقطه دي، اي حد فيكم عنده حاجات بيحبها، عنده هوايات، عنده مواهب، عنده اهتمامات تانية، حد فيكم بيحب البيزنس، حد فيكم بيحب الموسيقى، حد فيكم بيحب الرياضه، حد فيكم بيحب ان هو بيحب الرسم، عنده موهبة الرسم، عنده موهبة الفن، صوته حلو. فكلنا بلا استثناء، ولازم تكون فاهم النقطة دي كويس قوي، كلنا بلا استثناء ربنا ادانا وحط جوه كل واحد فينا موهبة إن لم تكن مواهب، وهواية إن لم تكن هواية. فبالتالي هيكون من الحرام عليك، هيكون حرام عليك ان انت تدفن الموهبة دي، وإلا هيكون ربنا ادهالك ليه؟ لما انت تقول انا هتخلى مثلا عن موهبة الرسم عشان الطب، طب ربنا اداك موهبة الرسم ليه؟ يعني مش تفكر شوية؟ يعني انت دلوقتي ربنا اداك حاجة ادهالك ليه، مدام انت مش هتستخدمها، او مدام ملهاش لازمة؟ يبقى انت لازم تكون فاهم، ولازم تكون مدرك ان اي حاجه ربنا اداها لك، اي فكره ربنا اداها لك، فهو اداها لك عشان انت تستحقها، وعشان هي لها لازمه، والا ما كانتش هتجي لك اصلا، دي حاجه. الحاجه الثانيه الطموح. كلنا لما ندخل الكليه الطب يعني انا مش عايز اقول الكل، بس فعلا بالنسبه الكبيره جدا، كل طموحاتهم وكل احلامهم بتدفن في الارض، كل حاجه بتدفن مقابل
الكليه، كل حاجه بتدفن مقابل الدراسه في كليه الطب، كل حاجه. حتى انا عايز اقول لك حتى جسمك وحتى اهتمامك بالرياضه وحتى اهتمامك بنفسك بتدفن في الارض في سبيل المذاكره. طيب هل انت شايف ان من الصح ان انت تدفن حاجه ربنا اداها لك، ما لو ما لهاش لازمه او لو هي مش مهمه ما كانتش هتجيلك اصلا؟ الحاجه الثانيه، النقطه اللي انا كنت لسه بقولها دلوقتي، الفكره او الطموح اللي في دماغك او الطموح اللي عندك، بنقتل طموحاتنا في جوانب معينه في حياتنا عشان احنا بنقول بسبب الطب او بسبب المذاكره. ما هو الطموح ده لو ما كانش يليق بيك او ما كانش حاجه مهمه بالنسبه لك ما كانتش هتجيلك، ما كانش يعني لو ربنا مش عاوز يديلك الطموح ده ومش عاوز يحقق لك الحلم ده ما كانش هيديلك الفكره. فاهم حاجه؟ فاهمين اقصد ايه؟ ما كانش هيديلك الفكره، ما كانش هيرمي لك الطريق، ما كانش هيديلك اول الطريق اللي انت تكون موجود عليه عشان توصل. فبالتالي اللي عايز اوصله لك، اي هوايه، اي موهبه، اي حاجه انت بتحبها، اوعى تدفنها واوعى تسيبها في الكليه مهما حصل. تبقى دكتور شاطر، هبقى دكتور شاطر، دكتور ناجح ان شاء الله هبقى دكتور ناجح، هجيب درجات عاليه، وهعرفك تعمل ده ازاي. بس موهبتك وشغفك اوعى تسيبه، لان انت الله اعلم، انت ممكن وانت ماشي في الكليه دلوقتي الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل معاك في المستقبل. ياما ناس دخلوا كليه الطب ومسيرتهم اتحولت. بس حتى لو انت مش عايز تحول، انا ما بقولكش ان انت تحول، بقولك ان انت بتحب الطب ومكمل فيه، بس لازم تخلي الحاجه دي معاك. هتبقى ميزه، هتبقى مهاره، هتبقى حاجه شخصيه هتميزك عن كل الموجودين حواليك. وصلت النقطه؟ طيب ندخل على النقطه اللي وراها، ازاي انا ممكن اعمل الحاجات اللي انا بحبها في الكليه؟ ازاي ممكن اعمل امارس هواياتي في الكليه والمواهب اللي انا بحبها بالتوازي مع كليه صعبه زي كليه الطب؟ اول نقطه لازم تكون فاهمها الادراك، وهي ادراك المعاني اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها، لان الاغلب بيكون غير مدرك ليها. فبالتالي انت غير مدرك ليها هتفقدها، مش هتقدر تركز او هتقدر ان انت تعملها. واللي خلاني في اول سنه في الكليه اني بدات مركز وبحاول ان انا اعمل بالانس ما بين المواد بتاعتي وما بين الحاجات اللي انا بعملها او الانشطه الخارجيه اللي انا بعملها، حته الادراك. يبقى دي رقم واحد تكون موجود عندك. رقم اتنين، تنظيم الوقت. انا عشان اقدر اذاكر، يعني انا عايز اقول لكم الشباب والبنات اللي في سنه خمسة هنا، عموما احنا كلنا سننا من سن بعض، يعني ما فيش فرق بينه وبين كل سنه او سنتين. يعني سنه خمسة كنا بناخد البطنه هنا في مصر عندنا كده، قد البطنه طبعا انتوا عارفين لها الطب كله، التقل بتاع الطب كله. السنه دي السنه اللي انا قررت اروح فيها اتعلم بيانو، وكنت بروح بخلص المستشفى معايا كتاب الكلينيكال بتاعي، باخده وبطلع من بره على مكان معهد موسيقي بتعلم فيه. دكتوره هي اللي كانت بتعلمني، وكنت بتعلم النوته، يعني حتى لو انا ممكن ابقى ادخل اجيب لكم النوته من جوه والكراسه الموسيقى بتاعتي. البطنه اللي هو الطب الداخلي، الانترنال ميديسن. النوته كنت بتعلم، كانت الدكتوره تقعد تزعق لي تقول لي يا صلاح احفظ النوت، اقول لها بص انا مش ناقص، لسه جاي من المستشفى دلوقتي، فايه في الموضوع صعب معايا. فبالتالي دي اكتر سنه ليا، اصعب سنه قررت اتعلم فيها حاجه موازيه. ليه؟ انا بحب التحدي، وانت لازم تكون بتحب التحدي. انا منظم وقت، وانت لازم تنظم وقتك اكتر مني عشان تقدر توصل للحاجه اللي انت نفسك فيها، وتقدر توصل للحاجه اللي انت عاوزها. لذلك يبقى رقم واحد زي ما قلنا الادراك، رقم اتنين تنظيم واداره الوقت. انظم وقتي وادير وقت ازاي؟ اول خطوه في اداره الوقت اللي هترجع لها تاني النقطه الاولى هي نقطه الادراك. بمعنى انا دلوقتي ماشي في يوم، اليوم بتاع حد، ناخد مثال مثلا حد اليوم بتاعه ماشي ازاي. يروح المستشفى، بيجي المستشفى، بيذاكر، بينام، بيصحى، بيقوم. طيب لو جه هو بيقول اليوم ايه، اليوم كده ما فيهوش وقت، انا ما عنديش وقت. يعني اكتر حاجه ممكن اكتر اسئله تجيلي منكم، يا دكتور احنا ما عندناش وقت نعمل حاجه. طيب لما انت بقى تكون عندك ادراك وتشغل العقل الواعي، تشغل العقل الواعي بمعنى ان انا ابقى منتبه وابقى واعي لليوم بتاعي والساعات بتاعتي في اليوم ماشيه ازاي. يعني انا صحيت من النوم وبدات اشغل عقل الواعي، بدات اركز في يومي، انتبه، اراقب يومي. بدات اراقب اليوم بتاعي، ايه اللي حاصل؟ هو انا الصوره عندي، صورتي ظاهره عندكم صح؟ عايز اتاكد بس الصوره ظاهره. تمام. اوكي.
بدات اشغل ايه العقل الواعي، انتبه ليومي، اراقب اليوم بتاعي. طيب انا صحيت النهارده ايه ده، انا لقيت في عندي ساعه كامله ما بين ما بفتح عينيا وما بين اني بقوم من على السرير، في ساعه واقعه. الساعه دي بعمل فيها ايه؟ علامه استفهام. اللي بعده، لما صحيت من النوم وعملت الفطار، ايه ده، انا لقيت عملت الفطار بتاعي في ساعتين، بفطر في ساعتين ليه، بعمل ايه في الساعتين؟ اللي بعده، انا نزلت رحت المستشفى بدري ساعه، بدري ساعه ليه، علامه استفهام. رجعت من المستشفى، لا ما خلصت، لما خلصت المستشفى او لما خلصت المحاضره، لو انت في الكليه مثلا خلصت المحاضره وخلصت السكشن بتاعك، ايه ده، انا مخلص السكشن الساعه 1 وصلت البيت الساعه 3 4، الوقت ده انت عملت فيه ايه؟ لما وصلت البيت اتغديت ونمت شويه، ايه ده، انا لقيت نفسي نمت الساعه، نوصل البيت 4 لقيت نفسي نايم الساعه 8، في 3 4 ساعات، فاهم حاجه؟ فاهم انا اقصد ايه؟ ايه ده، هتلاقي ان في يومك في حاجات منطوره منه، حاجات كتير واقعه فيه، واوقات كتير واقعه ومهدره انت مش واخد بالك منها. فبالتالي عشان اقدر ادير وقتي بشكل مظبوط، ادير يوم بشكل مظبوط، هو الانتباه واني اراقب اليوم بتاعي، انتبه واراقب ايه اليوم بتاعي. يبقى دي نقطه مهمه جدا. انا لما بدات اراقب اليوم بتاعي، شكرا خلاص عرفت الوقعات بتاعتي فين، يبقى انا هقدر استغل وقتي. يبقى لما انا تيجي تلاقي مثلا عندك 6-7 ساعات في اليوم بيضيعوا في اللا شيء، طب ما ناخد منهم ساعه اتعلم فيهم موسيقى، اخد منهم ساعه احفظ فيهم القران، اخد منهم ساعه اقرا فيهم كتاب، اقرا فيهم مسرحيه، اقرا فيهم كتاب في الادب الانجليزي، اقرا فيهم حاجه في التنميه الذاتيه، اقرا فيهم حاجه في الحاجات اللي انا بحبها. اذا انا بدات اراقب اليوم ولقطت الوقت بتاعي، لقطت الوقت بتاعي اللي واقع مني وبدات اني احطه قدامي. يبقى المشكله مش مشكله وقت. انا زمايلي لما يقولوا لي يا صلاح انت بتلاقي وقت منين تروح تلعب موسيقى، وتلاقي وقت منين تروح التلفزيون وتروح الراديو وتروح تعمل محاضرات وتروح تعمل وركشوبس وتسافر بره مصر تدي محاضرات وتروح وتيجي، بتلاقي وقت منين تعمل ده كله، احنا ما عندناش وقت. طب ما انا زيك، ده انت احسن مني كمان، لان انا بقول لك الحاجات او الاخطاء اللي انا وقعت فيها واللي انت تقدر ان انت تستفيد منها اكتر مني 100 مره. يبقى اذا الفكره مش فكره مفيش وقت، الفكره فكره في وقت بس انا مش عارف اديره ازاي. وصلت النقطة أو وصلت الخطوة رقم 2؟ طيب الخطوة اللي بعدها أو النقطة اللي بعدها، أنا دلوقتي ليه محتاج أني أمارس الهوايات بتاعتي؟ ليه محتاج أني أمارس المواهب بتاعتي؟ ليه محتاج أني أحط أنشطة مختلفة في اليوم بتاعي؟ ليه؟ يعني علامة استفهام كده، ليه أنا محتاج أعمل ده؟ أنا عايز أسمع إجابات منكم، قولوا لي كده، يعني ليه انت محتاج ان انت تعمل الحاجات دي خلال اليوم بتاعك؟ يلا، ليه محتاج ان انا الحاجات اللي انا بحبها احطها على مدار اليوم؟ تجديد النشاط، متنفس من ضغط الطب، بتغير تفكيرك عشان انت بتحبها، عشان يكون في توازن، عشان تخلص من الطاقه السلبيه. انا بقرا دلوقتي الاجابات بتاعتي، حلو جدا، عشان تطور نفسك، حلو 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 حلو، عشان بتسعدك، جميل، عشان تحس، حلو جدا جدا حلو. يبقى دي نقطه، الله ينور عليك. بصوا، بناء شخصيتك، ولان الحياه مره واحده، وعشان تبني هواياتك وتنمي هواياتك. انا مبسوط باجاباتك كده، شكرا شكرا، انت كده قلت الاجابه بنفسك، يبقى انت ادركت ان الحاجات دي مهمه ان انت تعملها. ليه؟ ليه؟ لان خلاص، يبقى الحاجات دي مهمه بالنسبه لي، يبقى الحاجه مهمه بالنسبه لي عشان اطور من نفسي، عشان الحياه هعيشها مره واحده، عشان السنه اللي هتروح مني او الوقت اللي هيروح مني مش هرجع لي ثاني، عشان الحاجات دي بتجدد من نشاطي، عشان الحاجات دي بتخليني اتخلص من الطاقه السلبيه بتاعتي. يبقى لما انا اجي اكلم واحد صاحبي او واحد صاحبي يكلمني، اقول له يا ابني يا حبيبي، انت مش انت بتحب تلعب كوره؟ العب كوره. قول لي يا عم، يعني هعمل ايه؟ يعني هستفيد ايه؟ انت عرفت انت هتستفيد ايه. يبقى اوعى تسيب شغفك مهما كان، اوعى تتخلى عن شغفك مهما كان. وصلت النقطة؟ يبقى الحاجات دي مهمة جدا ان انت تعملها. طيب اللي بعده، هستفيد ايه؟ خليني بقى اكلمك كلام علمي. في مشكلة في الصوت ولا حاجة؟ شفت حد كده كان كاتب حاجة؟ تمام، اوكي، تمام، سلام على سرعة ردودكم الحلوة دي. تمام. طب خليني بقى نتكلم في الكلام العلمي بقى، ونتكلم كده في كلام حلو كده ومهم. بص يا ستي، الهوايات والمواهب وشغف الإنسان دي من الحاجات اللي بتخلي
الهرمونات بتاعه السعاده وطاقه الانسان في اعلاها في اعلاها. انا لما اعمل نشاط انا بحب واعمل حاجه انا بحبها، فالدوبامين والهرمونات الكورتيكوسترويدز والحاجات دي كلها بتطلع في جسمي وبتضرب في دماغي، فبتخليني مبسوط. الشعور بالسعاده والشعور بالنشوه بتخلي حالتي النفسيه كويسه. وانت اساسا عندك الطب والمواد الطبيه او دراسه الطب من اكتر الحاجات اساسا اللي بتجيب اكتئاب، ومن اكتر الحاجات اللي بتضعف النفس وبتكئبها. فبالتالي لما انا اعمل الحاجات اللي انا بحبها، يبقى انا اذا مش هكتفي بس ان انا هبقى مبسوط واعمل حاجه اللي بحبها، لا ده هيخدم معايا في الطب، هيخدم معايا في مذاكرتي في الطب، حلو جدا. اللي بعده بجدد طاقتي. الله، يعني انا في الطب ومذاكره الطب طاقتي بتضعف؟ اه طاقتك بتضعف، طاقه اي انسان بتضعف لما يجي يذاكر حاجه تقيله او يجي يعمل شغل كتير او شغل صعب. يبقى لما بعمل الحاجه ديت بجدد الطاقه بتاعتي، هخدم على نفسي وهخدم حد. بيقول ما عنديش هوايه، هقول لك دلوقتي بخدم على نفسي وبخدم على الطب. يبقى ايه ده؟ يبقى عندي طاقه ان انا اذاكر الطب. تخيل معايا كده، هقول لك حاجه حلوه وهقول لك بص المعادله بقى. المعادلة دي عشان تعرف قد ايه ان الموضوع فعلا بسيط وسهل. بص، واحد شخص وشخص، هناخد نموذجين تمام. النموذج ده عنده 5 ساعات في اليوم زي ما قلنا، والنموذج ده عنده 5 ساعات في اليوم فاضيين، تمام كده؟ في ايه؟ في نموذجين. طيب الشخص ده ال5 ساعات بتوع في اليوم بيعمل فيهم ايه؟ ما بيعملش حاجة خالص. هو غير مؤمن على الاطلاق بالكلام اللي احنا بنقوله ده، شايف الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام فارغ، وشايف ان مفيش وقت ان هو يعمل حاجة. هو على مدار اليوم مش مدرك لوقته، مش واعي لوقته، للوقت بتاعه، فبالتالي يومه بيضيع. 5 ساعات بيعمل فيهم مش اي حاجه، فراغ، هوا، زهقان، قرفان، مخنوق، متضايق. حلو جدا. بعد ال5 ساعات دول ايه اللي حاصل؟ مخنوق وقرفان ومتضايق وزهقان، فبالتالي وقع، هبط، يعني ما ذاكرش بقيه اليوم. يبقى ده النموذج رقم ايه؟ النموذج رقم بي ده واحد مؤمن بالكلام الفارغ اللي احنا بنقوله، ومؤمن بيه وشايف ان فعلا ان في وقت، وشايف ان هو يقدر يعمل حاجات كتير بيحبها. طيب معاه 5 ساعات زي ده فاضيين، عمل ايه في ال5 ساعات دول؟ عمل فيهم حاجات بيحبها، مارس فيهم هوايته، لعب فيهم رياضه في البيت، كان بيرسم، كان بيطبخ، كان بيغني، كان بيعمل حاجه اللي هو بيحبها. ايه اللي حصل؟ مستوى الطاقه بتاعته بقى فوق. ايه اللي حصل بعد 5 ساعات دول؟ دخل على المذاكره، مسك الكتب وكلها اكل من كتر الطاقه ومن كتر النشاط اللي هو فيه. اذن المحصله النهائيه ايه اللي حاصل؟ النموذج A 0، النموذج B كسب. يبقى مين اللي كسب في الاثنين؟ وصلت النقطه؟ اذن الفكره مش فكره ما فيش وقت، ولا الفكره ان الوقت هيروح منك. الفكره ان انت لما بتستغل وقتك صح وبتمارس الهوايات والمواهب اللي انت بتحبها، ساعتها هتقدر ان انت تبقى مبسوط وتعمل انجازات ونجاحات في قلب دراسه الطب بتاعتك. انا مش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده، يعني مش عارف الدنيا كده تمام معاكم؟ تحبوا ندخل فقره الاسئله؟ خلينا ناخد الاسئله، ايه رايكم؟ تمام. ناس بتقول كمل وناس بتقول تمام، احنا يعني احنا مكملين مع بعض. خلينا نبدا بالاسئله بتاعتكم، يعني المهم بالنسبه لي ان انا اسمع اسئلتكم واجاوب على الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها يعني. فيلا نبدا بالاسئله وانا موجود معاكم، اذا كان في حاجه هضيفها هقولها. يلا. طيب انا كده هحتاج ان انا امسك الموبايل وعشان ايه افتح افتح الشات. انا مش عارف هو انا صورتي ظاهره، انا صورتي ظاهره كده دلوقتي يعني؟ قولوا لي اه ولا يس زهرة. طيب تمام، عشان بس ابقى عارف. يس خلاص تمام، شكرا. وصلت تمام. ماشي، خلينا نبدا بالاسئله كده. بصوا انا نفسي انطق الاسماء بتاعتكم، فالاسم اللي انا عارف انطقه هنطقه، اللي مش عارف مش هقوله بقى. في سؤال بيقول في ظل الظروف الحاليه الحجر الصحي ما في مود للدراسه؟ طبعا يعني هو الظروف الحاليه فعلا ده طبيعي ان ما يكونش في اي مود للدراسه، لذلك خليني اقول لكم كلمتين مهمين جدا عن الموضوع ده دلوقتي. بص يا سيدي، اول حاجه لازم تبقى فاهمها، اول حاجه لازم تكون عاملها، ان انت ما تتابعش الاخبار. مش هستفيد حاجه لما تتابع الاخبار. وصلت؟ يبقى ما تتابعش الاخبار. هتستفيد ايه غير ان انت هتبقى طاقتك السلبيه هتزيد ونفسيتك هتهبط؟ يبقى شكرا، مش عاوز اتابع اخبار. رقم 2، ما تتابعش الاخبار برضه، ماليش دعوه بالعالم الخارجي من فضلك. انت عندك هدف صح؟ او عندي هدف، يبقى ركز على هدفك. ممكن انا هدفي قدامي
ده مثلا ده هدفي قدامي اهو، مركز عليه بس. اي تغير في الرؤيه بتاعتي او اي تغيير او اي تشتت في تركيزي هيضيع من الهدف. يبقى لذلك لو سمحت ما تشتتش تركيزك وركز على اللي انت بتعمله. رقم 3، ممارسة هواياتك ومواهبك خلال الوقت دوت من الحاجات اللي هتجدد طاقتك، وزي ما احنا اتكلمنا فيه. رقم 4، اليوم بتاعك يكون منظم، تنام بالليل كويس 8 ساعات كافيين، تحاول تصحى الفجر، واحنا كده كده داخلين على رمضان، ف يعني حاول تظبط اليوم بتاعك، ذاكر فيه زي ما انت عايز. اللي بعده الخطوه رقم 5، على مدار اليوم يكون في انشطه مختلفه، على مدار اليوم يكون في انشطه مختلفه. الانشطه المتجدده والمتغيره بتجدد من نشاطي وبتجدد من طاقتي وبتغير من اليوم، فبالتالي هتؤدي الى عدم الشعور بالملل. وشكرا جزيلا. وصلت النقطه؟ طيب اللي بعد، في سؤال فريال بتقول: اذا لم يكن لديك هوايات كيف يمكن تجديد طاقتك؟ ما هو يا فريال انا قلت لكم، اعتقد اني قريت الاسم صح، قلت لكم ان كل واحد فينا عنده هوايات وكل واحد فينا عنده موهبه. انا عايز تقعدي مع نفسك او اي حد عنده نفس الفكره دي يقعد مع نفسه شويه. انا حابب اعمل ايه؟ انا بحب اعمل ايه؟ يعني في ناس هواياتها على فكره تدخل المطبخ، في ناس هواياتها تخترع اكل، في ناس هواياتها تلعب رياضه، في ناس هواياتها تخيط، الخياطه دي هوايه، في ناس هواياتها تلون. فكري كده مع نفسك وشوفي ايه الحاجه اللي انا نفسي فيها، ايه الحاجه اللي بحبها. يبقى ما تقوليش او ما تقولش انا ما عنديش هوايه، اياك تقول كده انا ما عنديش هوايه، لا ما تقولش كده، انت لازم عندك، بس فكره انت ما اكتشفتهاش، لم تكتشفها بعد. طب لو انت حتى عايز افكار عامه تقدر تنشط بيها او تجدد بيها طاقتك خلال اليوم، يا سيدي بسيط: افلام، مسلسلات انت بتحبها، تلعب رياضه، تمارين للتنفس ممكن اقول لكم عليها في الاخر، تقرا روايه، تقرا لو بتحب الشعر تقرا شعر، لو بتحب المسرحيات تتفرج على مسرحيه، ممكن تكلم واحد صاحبك بس ما تكلموش كتير. الفيسبوك على فكره واليوتيوب من الحاجات اللي بتسرق الطاقه وبتسحب الطاقه، اوعى تظن انها هتجدد طاقتك. وصلت؟ اللي بعده، بقول لكم ايه، بصوا بقى انا هاخد السؤال اللي هعرف اقرا اسم صاحبه. ايه رايكم في الحته دي؟ طيب ان شاء الله الاسئله تمام. في سؤال بيقول: كيف تعلم لغه جديده وحفظ قران؟ برضو سؤال القران دوت سالته كتير جدا، خليني اجاوبكم عليه برضو في عجاله. يعني ازاي تحفظ القران الكريم؟ احنا برضو داخلين على رمضان، فانت تقدر تستغل الوقت ده في الطاقه الروحانيه اللي موجوده في الوقت ده، في الجو العام والاطار العام للوقت دوت، ان ربنا بينزل بركه في الشهر ده، وان الدنيا بتكون حلوه وبتكون لطيفه وبيكون في طاقه كبيره في الارض وفي السماء، فبالتالي نبدا نستغل الوقت. نحفظ القران ازاي؟ المصحف اهو. رقم 1، هنعمل ايه؟ رقم 1، هحدد انا عاوز احفظ ايه بالظبط. المصحف قدامي 30 جزء، حدد الجزء اللي انت عايزه، حدد نص الجزء اللي انت عايزه براحتك. يبقى حددت مثلا، نفترض على سبيل المثال سورة البقرة، تمام كده؟ تمام. احفظها في وقت قد ايه؟ سورة البقرة مثلا هي تقريبا جزئين ونص تقريبا، هي على ما اذكر جزئين ونص، اكيد جزئين ونص، هتلاقي جزئين وثمان صفحات انا فاكر، جزئين وثمان صفحات تقريبا. طيب حددت الجزئين دول. طيب ولا افترض مثلا نقسمها على حاجه اصغر، يبقى انا باخد الحاجه الهدف الكبير وبقسمه اهداف اصغر. طيب سوره البقره عايز مثلا خلال الشهر ده احفظ جزء من، احفظ 30 صفحه. حلو، يبقى انا حددت هدفي وحددت المده الزمنيه بتاعتي في ايه، في تنفيذ الهدف ده. اللي بعده، على مدار الاسبوع بحط خطه، بحط اكشن بلان وتايم بلان على مدار الشهر وعلى مدار الاسبوع. على مدار الشهر حددت 30 يوم ب 30 صفحه، على مدار الاسبوع عاوز كل اسبوع احفظ 7 صفحات. شكرا. تعالى صغر شويه على مدار اليوم الواحد، اليوم الواحد هعمل فيه ايه؟ عاوز احفظ فيه صفحه واحده، يبقى النهارده هحفظ الصفحه دي ازاي؟ دي النقطه، هنحفظ. بص بقى، في كونسبت، في مبدا لازم تكون فاهمه كويس قوي، انا اتكلمت عنه اكتر من مره في طرق الحفظ، اسمه التكرار المتباعد، ان انت بدل ما تمسك الصفحه وتقعد تحفظ فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الاسلوب التقليدي ده انا بعمل ايه؟ انا بتعب دماغي وبأرهق ذهني وما بعملش دماغي اساسا في الفهم، ما بفهمش اللي انا بقراه، وبالتالي ما فيش حاجه بتدخل دماغي وما بحفظهاش، لان دماغي بيرهق وانا عمال ادخل له معلومات واساسا ما بيستقبلش المعلومه. لذلك الصحه التكرار المتباعد، ان انا اقرا الصفحه على فترات متباعده، يعني عندي 5 صلوات في اليوم، بعد كل صلاه قبل وبعد كل صلاة ممكن أقرأ الصفحة 2-3. يبقى أنت لو جيت بصيت هتلاقي لو أنت قريت الصفحة 2-3 مثلا، قول يا سيدي 5 مرات قبل وبعد الصلاة مثلا على 5 صلوات، 5 × 5 = 25، قريت الصفحة 25 مرة. لو أنت قريتهم 25 مرة دلوقتي متواصل، دماغك بعد أول 3-4 مرات هيفصل ومش هيدخل بقية المعلومات اللي أنت بتعمل، لكن 25 مرة كلهم دخلوا واستنتروا في دماغي. حاجة تانية تزود طاقة المعلومة وتخليك تحفظ بسهولة، أفهم اللي أنا بقرأه، أتدبر في معاني، أفهم الرسالة اللي ربنا عاوزه، يبقى أنا كده فهمت المعنى، والمعنى من الحاجات اللي بتزود طاقة المعلومة هتخليها تثبت في دماغي. شكرا. اللي بعده 25 مرة بتوع النهاردة خلصوا، هاجي بكرة إن شاء الله أحفظ أقرأ الصفحة الجديدة وراجع الصفحة القديمة، بعد أقرأ الجديد وراجع القديم، أجي آخر الأسبوع أخلي يومين في آخر الأسبوع أراجع فيهم الحاجات بتاعة الأسبوع كله. شكرا، حفظت الخطة بتاعت الأسبوع. كل أسبوع هتعمله كده هتلاقي الشهر بتاعك قفلت اللي انت عايزه، وشكرا جزيلا. ممكن تستخدم، أنا في حد كاتب لي بيقول لي المراجعة نفس الموضوع نفس الحوار التكرار المتباعد. أنا راجع النهاردة مثلا عايز مطلوب مني أراجع 5 صفحات، يبقى بدل ما أقعد أمسكهم وأراجعهم وأصم عمال على بطال طول اليوم، لا، أقسمهم على مدار اليوم، أفهم اللي أنا بقرأه، أفهم اللي أنا بحفظه، اللي بيدخل دماغي، وشكرا. وصلت؟ طيب ما شاء الله الأسئلة كتير، خلينا نشوف. البورت سبرنس وصلنا 95 دكتور معانا، يا سلام. طيب خلينا فين 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 الأسئلة اهي، تعال. ايوه اوكي، كان نحاول كده نشوف سؤال. كيف نمارس الهوايات في فترة الامتحانات؟ في بعض الأحيان حوالي 50 درس أسبوع تحضير. أنا عايز أقول لكم أكتر وقت كنت بمارس فيه هواياتي كان وقت الامتحانات بتاعي، بس طبعا أكيد طبعا تخلي بالك، يعني أنا مثلا أنا كنت قبل الامتحانات بتاعتي كنت بروح، يعني أنا فاكر في وقت أكتر وقت اللي هو الاستعداد للامتحانات قبل الامتحانات بشهر أو شهرين، ده كان هو أكتر وقت بيكون صعب جدا، كنت بنزل بروح في الجيم وبنزل وبروح وبتحرك فيه. وقت الامتحانات بتاعي يعني كان يكون موضوع صعب ان انا اروح الجيم، لانه بيتطلب مني وقت ان انا انزل واروح واقعد 2-3 ساعات هناك وارجع، فبالتالي كنت بمارس الهوايات اللي بتقتصر في البيت، يعني اقدر اعملها في البيت، الحاجات البسيطه. فانت برضو في نفس الوقت انا ما بقولكش تضيع مذاكرتك على الاطلاق خالص، مارس هواياتك في برضو بالقدر المعقول بالتوازن مع مذاكرتك، يعني حاول انت توزن بين الاثنين. كنوز، خد هنا، خد رحت فين، تعال. المحيطين بك هل يأخذون طاقتك أم يساعدونك في التقدم؟ والله يا دكتورة ويا دكاترة، إن المحيطين بأي إنسان عموما بيكون فيهم الاثنين، منهم اللي بيدفعك للأمام ومنهم اللي بيسرق من طاقتك. يعني هتلاقي مثلا أخوك، أبوك، والدتك، صاحبك، صاحبتك، مدرس بتاعك، ناس كده وناس كده، حتى ناس في العيلة، ده شوفوا ده فلان ده ولا كنوز ولا محمد ولا أحمد، ده مش نافع، يبقى قابلني لو نافع، فلان بيدعمك. لذلك الصح ببساطة شديدة جدا تركز مع نفسك وتركز على نفسك وهدفك وبس. بتاخد الدعم من الناس اللي بتدعمك، شكرا أنا هاخده حاضر. الناس اللي ما بتدعمكش، الناس اللي بتحبطك، بعيد عني، كلامهم ما يوصلنيش، ما اديلهمش أي اهتمام ولا اديهم أي تركيز، وشكرا على كده. حنان بتقول كيف كانت آخر سنة لك كطالب طب وبداية العمل كطبيب؟ صعوبات في العمل وفي الموازنة بينه وبين المسؤوليات الأخرى. هو حاليا انا اوريدي في قلب المرحله اللي انت بتتكلمي فيها دي، اللي هي مرحله مش عارف بتسموه عندكم امتياز ولا بتسموه، اللي هو بعد ما الكليه خلصت يعني، ونشتغل بس في المستشفى.
فهي مرحلة طبعا احنا يعني خرجنا من هنا كورونا من هنا فلبسنا في الحيطة، فاهمين يعني الضغط كان عليا في المستشفى كبير، لكن هو الموضوع بسيط ان شاء الله ما فيش اي مشكلة. كل الفكرة بالعكس، انا حسيت بحرية اكتر، ان انا خلاص بقى بعدت عن جو الامتحانات وجو الضغط، وان انا في امتحان في دماغي وبتاع والكلام ده كله. كل الفكره الشغل في قلب المستشفى وهواياتي والحاجات او الاهتمامات بتاعتي عموما بقى، سواء لو انا عندي شغل، عندي موقع مثلا بحط فيه كورسز، عايز انتج فيه كورسز عشان الناس تتعلم، يوتيوب، لقاءات تلفزيونيه، يعني الف كتاب، يعني الموضوع فيه حريه اكتر، ما فيش فيه صعوبه ان شاء الله يعني. هبة بتقول أعاني من القلق الشديد والخوف في فترة المذاكرة وخاصة في الامتحانات، حتى أني أعاني من انتهاك الكارديو وعصر التنفس، حتى أني أنسى كل شيء، حاولت أعالج المشكلة لكن دون جدوى. بقول لكم إيه، أنتوا فاهميني صح؟ أنتوا فاهمين الكلام يعني، فاهمين اللهجة ولا إيه؟ إنترنت إنترنت، فاهمين اللهجة صح؟ طيب كده سلام عليكم حبايبي والله عشان بس انا بكون بتكلم بسرعه، عشان يعني انا عاوز اوصل لكم اكبر كم ممكن من المعلومات في وقت قليل، فانا على طول بتكلم بسرعه عشان كده، فشكرا لتفهمكم يعني. خلي بس ارجع السؤال اللي كانت بتساله لي دلوقتي، انا نسيت الاسم بس انا فاكر السؤال، انا نسيت اسمك بس انا هقول لك السؤال الاجابه دلوقتي كده، مش فاكر هي تقريبا بص يا هبه، واي حد طبعا عنده مشكله التوتر اثناء الامتحانات، بص احنا قلنا اول حاجه في اي حاجه هو الادراك، يبقى انا ادركت ان لازم اكون مدرك ولازم اكون واعي ان التوتر والقلق والخوف مش في مصلحتي، لازم اكون مدرك ولازم اكون واعي هو انا خايف من ايه. ممكن يعني انا عاوز اجابه، انا خايف من ايه؟ خايفه من ايه؟ هو انا شعري عامل كده ايه؟ خايف، انت خايف من ايه في الامتحانات؟ ايه اللي انت خايفه في الـ في الـ في الـ خايف من الرسوب؟ طيب ما احنا دلوقتي لو انت مركز، خلينا نفتح الاسئله بتاعتك، لو انت مركز على الحاجه السلبيه، لو انت مركز على الحاجه السلبيه فانت اوريدي هتوصل لها، يبقى الحاجه اللي انت خايف منها انت كده مديها تركيز اكتر، الحاجه اللي انت خايف منها انت كده مديها تركيز اكتر فهتروح لها، يبقى لذلك انا احول تركيزي ناحيه الهدف وناحيه النجاح وبس. ليه؟ هقول لك دلوقتي، انا واحد من الناس على طول لما اكون داخل امتحانات، داخل على اي تجربه جديده، داخل على تجربه صعبه، داخل على تحدي، داخل على اي حاجه، تركيزي على حاجه واحده بس ايه هي؟ النجاح في الحاجه دي. شكرا خلصنا. هسقط؟ ما عنديش الاحتمال ده. هفشل؟ ما عنديش الاحتمال ده. هنقص درجات كتير؟ ما عنديش الاحتمال ده. طب ممكن في الامتحان تحصل مشكله؟ مش مركز انا في الموضوع ده، مركز على هدفي بس، مركز على النتيجه الايجابيه وبس، بتحرك ناحيتها. لذلك لو انت خايف، او لو انت مركز خايف من الرسوب، خايف ان اسقط، خايف ان ما انجحش، خايف ان لا اوفق، انت كده بتدي الحاجه دي تركيز اكتر، وعقلك الباطن لا يفرق ما بين الحقيقه وبين الخيال، فبالتالي هياخد الفكره دي يلبسها في دماغ، انا هسقط، انا هرسب، انا هسقط، انا هرسب، فبالتالي يبدا يكون متحرك بنفس الشكل ده ونوصل للنتيجه. لذلك يا هبه، او لذلك اي حد عنده مشكله الخوف والتوتر والامتحانات، لو سمحت ما تخافش من حاجه، مش هتخسر حاجه الا يحصل يا سيدي لا قدر الله سقط، عادي في داهيه، عادي، انت مش اول واحد تقع، الناس كلها بتقع، وانا على فكره وقعت، انا ما سقطتش بس وقعت في مره، حصل في دروب، مشكله كبيره وكانت حاجه خارجه عن ارادتي تماما، المشكله في احكي، خليني احكي لكم الموقف دوت يمكن يوصل لكم، يعني انا ما حكيتوش قبل كده تقريبا، اتكلمت عنه بس في بوست قبل كده، لان انا ما بتكلمش عن حاجات شخصيه عني بشكل كبير يعني. بصوا، في ماده الاطفال في البكالوريوس، بعد سنه طويله مرهقه متعبة، كنا بناخد فيها أطفال وإنترنال ميديسن، عدينا بالبطنة للإنترنال ميديسن وخلاص، خلاص تعبنا، كانت مرهقة جدا، دخلنا على امتحان الأطفال، دخلت الامتحان ومذاكر وبتاع وخلاص، ويا مسهل عايزين نخلص. كان في الوقت ده كان عنده ظروف جدي الله يرحمه، كان عنده كانسر، وكنت بروح مع المستشفى، وكان في ظروف عائلية كانت صعبة برضه في نفس الوقت، لكن بالرغم من كده أنا كنت مركز على هدفي بس. دخلت امتحان الأطفال، كان آخر امتحان،
اقول يلا يا رب يا مسهل الدنيا تخلص بقى ونخلص على خير، الاقي اللي داخل في اول 3 دقايق من اللجنه صلاح لطفي فين انا، هات الورقه بتاعه الامتحان بتاعتك واطلع بره. بالظبط كده، تخيل قاعد في الامتحان ويقول هات الورقه واطلع بره، انا طبعا اتجننت عليه، ورقه اللي انت عاوزها واطلع بره ليه؟ الموضوع كان صعب، قلت له مش متحرك من مكاني، جاب لي المديره قلت لها هاتي لي اللي اكبر منك، انا مش متحرك من مكاني، انا مش هسيب الورقه بتاعتي، طيب انتوا تطلعوني بصفاتكم ايه او ايه السبب؟ المديره جابت اللي فوقيها، اللي فوقيها جاب اللي فوقيه، لقيت في قلب اللجنه اداره الـ 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 الكليه كلها جات لي، العميد والوكيل والدنيا كلها. ايه يا جماعه، طبعا انا طبعا كنت التوتر بتاعي كان في اقصى، القلق بتاعي كان في اقصى، كل حاجه ضربت في السقف عندي. ايه يا جماعه الحوار، ايه انت نسبه حضورك ما كانتش كافيه، فبالتالي مش هينفع تدخل الامتحان. قلت لهم الكلام ده انتوا جبتوه منين يعني ده وفقا لايه ان شاء الله؟ انا نسبه حضوري جاها كامله والدرجات متعلقه اساسا ونسبه الحضور بتاعتي معديه، وانتوا نزلتوا اسامي الناس المحرومين من دخول الامتحان قبل ما ندخل من كام يوم واسمي ما كانش فيهم، انتوا بتتكلموا بناء على ايه؟ لا ده حصل غلط ومش حصل غلط. باختصار شديد جدا اللي حصل ان غلط من عندهم، من عند الاساتذه، طلعوني من اللجنه من الامتحان بغلطه من عندهم هم، عشان قال ايه من عندهم انا ناقص درجه واحده على نسبه الحضور بتاعتي عشان توصل، واساسا انا نسبه الحضور بتاعتي معديه لكن هم غلطوا ونقصوني درجه، وبسبب الدرجه دي طلعوني من الامتحان. ببساطه شديده جدا، طبعا موقف ظلم جدا تعرضت فيه، يعني كان موقف ظلم وقهر كبير، في حاله نفسيه زي الزفت بمعنى اصح، بالتوازي مع الظروف بتاعت جدي اللي هو توفى في نفس الوقت ده برضو، احبطت ونفسيتي بقت في الارض وهبطت. الكلام ده كان في سنه 5، خلاص مش مشكله، اعمل ايه؟ عشان عملت اللي عليا، عملت اللي عليا صح، بس خلاص الباقي ده بتاع ربنا، الغلطه دي او الدروب ده ربنا ان شاء الله هيعوضه لي. يبقى انت لازم تتعلم، يبقى انت لازم اكون بتقول ازاي تجاوزتها، ما ده انا بقوله دلوقتي، يبقى انت لازم تتعلم. انا دخلت في حاله نفسيه في الارض، في الارض، بس خلاص بدات اطلع منها واحده واحده. شكرا. انت قصرت يا صلاح؟ لا ما قصرتش. كنت مذاكر يا صلاح؟ كنت مذاكر. تعبت؟ تعبت. عملت اللي عليا وزياده. اللي حصل ده هل في حاجه في ايدك كنت تقدر تعملها؟ لا. حاولت بكل الطرق، حاولت بكل الطرق ان انا استرد حقي، وحاولت ان انا استعيد حقي، ودخلت في سكك قانونيه، بس في الاخر هددوني وقالوا لي لو دخلت بكده والكلام ده كله هنسقطك السنه الجايه وهيعملوا معايا مشاكل. خلاص شكرا، الباقي بتاع ربنا وعدينا وخلاص. خلصت. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا النقطه؟ يبقى انت اي دروب او اي حاجه تمر بيها لازم هنقع. ادي وقع انا حكيت لكم عليها ويمكن ما حكيتش عنها قبل كده، بس لو انت وقعت لا قدر الله في اي وقت من الاوقات انت تقدر تقف. ما الطبيعي انك تقع اصلا، طبيعي ان اي حد ناجح لازم يقع. هات لي حد ناجح ما وقعش، ما انت ما يبقى ناجح منين؟ ما انت لازم تبقى ناجح، عشان لازم يكون في تحدي عشان تبقى ناجح. لو ما فيش تحدي تزيك زي اللي جنبك، ما التحدي هو اللي بيفرز حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يميز الشخص الناجح من الشخص الفاشل. وصلت النقطة؟ بس يعني أنا مش حابب إن أنا أطول عليكم، أنا مبسوط جدا 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 إني كنت موجود معاكم، وأنتم ما شاء الله عليكم يعني ناس عقولها واعية كده ومثقفة، وأنا مبسوط بالإقبال بتاع النهاردة، وبشكر طبعا لايت، اسمهم إيه؟ اسمكم إيه؟ لايت إيه؟ الاسم المنظم اسمه إيه؟ فكروني، لايت كلاب تقريبا صح ولا اسمكم إيه؟ لايت كلاب ايوه لايت كلاب. بشكر المنظمين جدا بصراحه يعني على الدعوه دي، وفعلا خطوه يعني ما اتعملتش عندنا في مصر حتى، ان هم يهتموا ببعض، انكم تهتموا ببعض وتجمعوا بعض وتعملوا جروب وتعملوا كلاب وتبداوا تفرجوا الناس او تخلوا الناس تعملوا سيشنز والكلام ده كله، بجد خطوه جميله جدا جدا. انا كلاب تاني عليها، بشكر المنظمين، كلامهم معايا كان بشكل طيب وبشكل محترم جدا وبشكل فيه تقدير، النظام بتاع الزوم وحتى انتوا اهتمامكم
اهتمامكم والتزامكم بالميعاد، دي كانت حاجه كويسه جدا واسئلتكم جميله بجد، انا مبسوط بيكم جدا. خلينا ندخل على بعد ما نقفل اللايف، عايز ندخل على الفيسبوك عندي، انا هكتب بوست و يعني عايزكم تكونوا موجودين فيه، تسيبوا لي الفيدباك بتاعتكم، استفدنا حاجه، الموضوع كان عامل ازاي، ولو حتى حد عنده سؤال كان متبقي يعني ممكن يجاوب عليه. الفيسبوك بتاعي صلاح قطب، انا مش عارف، استنى اوريه لكم على اوريه لكم يعني. اقول لكم حالا، والله انا مبسوط بيكم، شكرا. استنى هوريكم البروفايل شكله ايه ان شاء الله، يعني باذن الله التجربه تتكرر. فين 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 فين، اقفل 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 الفضايح دي، حد يشوفها. ابصوا هتلاقيه هو ده، شايفينه كده صح؟ الاسم مكتوب كده وده شكل البروفايل. سيرش على الفيسبوك وايه وندخل نتقابل عليه، تمام؟ اتفقنا؟ اوكي. اتمنى اكون يعني كنا استفدنا النهارده، وان شاء الله باذن الله نلتقي مره تانية، وشكرا شكرا. فين فين عشان اقول لكم باي. شكرا شكرا شكرا، نتقابل ان شاء الله مره تانية باذن الله، مع السلامه.